الإصرار واللعب للأهلي يعني رغبة وأمل وهدف وحلم لكل الناشئين ولكل الأسر، فإن شاء الله ربنا يوفقهم في إنه يحققوا ده ويلعبوا للأهلي حبيب الملايين. الأهلي حبيب الملايين كان حبيب عبد الحليم حافظ، وهفاجئك بأغنية غناها العندليب في حفل كبير عقد في النادي الأهلي في مايو 1962 66 1966 حبيبها غنى لها عبد الحليم حافظ، نسمعها وهو بيحييهم كمان. بص شوف الأهلي بيعمل ايه، ومنها لفصل. كل سنة وانتم طيبين، وابن النادي الاهلي هيقدم لكم النمرة الجاية اللي هي احسن نمرة في البرنامج. دلوقتي كل سنة واحنا طيبين، وكل سنة واحنا هناخد الكاس والدوري على طول. المفاجأة الكبيرة حبيبنا حبيب الملايين عبد الحليم حافظ. انتوا عايزين تروحوا؟ احنا قاعدين.